اهلا بيكم، انا وسام مسعود اكزيكتيف شيف وصاحب مطعم شيفز ماركت، وده مطبخي. خليك فاكر الفرق بين طبق حلو وطبق خرافي، مش بس في المقادير والمكونات، دي كمان في الحب والابداع اللي بيبان في الطبق. فانا بتحداكم، وروني طبق فراخ من الاخر، طبق فراخ فيها كل الحب وكل المهارات اللي عندكم، وعشان الموضوع يبقى طعمه حلو كمان استخدموا منتجات كنوع. بعد ما عملنا الطبق ايه اللي هيحصل؟ الفايز معانا هيسافر على حساب UFS Unilever Food Solutions عشان يحضر اولمبيات الطهي في المانيا في 2016. خليكم مبدعين على قد ما تقدروا في الطبق بتاعكم. خشوا على موقع UFS.com وحطوا الصورة أو الفيديو بتاعت الطبق بتاعتكم، وممكن انتوا تسافروا معانا ألمانيا في 2016.